بحب أوقف معاكم كمان مرة عن صوت المدثر. لاحظ أنه الآن المدثر يتعامل مع إنسان خائف، صح؟ فجبريل عليه السلام بيقول له: يا أيها المدثر، أعلم أنك أنت خائف، فيشاركه مشاعره. الخطوة اللي وراها: قم فأنذر، كن إنسان مبادر، حاول أنك تغير الأمور. أنتوا عارفين اللي بيشعرك دائما بالخوف والأرق إيش هو؟ شعورك بالخوف من المجهول. في اللحظة اللي أنت بتوقف فيها وتشعر بالمسؤولية أنك تغير واقعك وواقع الناس من حولك، ترى كل مشاعر الخوف والتردد بتروح. حاول أنك تكون مبادر. الكثير منا بيسأل حاله وبقول: ليش العمل بصير فيه هيك؟ وليش الشغل ما بيعملوا لنا كذا؟ وليش الحكومة ما بتعمل كذا؟ وليش أمي ما بتعمل كذا؟ وليش إخواني ما بيعملوا كذا؟ بس القليل من الناس يفكر أنه يغير نفسه. معظم الناس بيطلب من العالم أنه يتغير، بس قليل منا يملك الجرأة أنه يغير نفسه. غاندي يقول كلمة جميلة، يقول: كن أنت التغيير الذي تريده في هذا العالم. الإنسان المبادر ما بيحط اللوم على الآخرين، بفكر أنه هو يغير العالم من حوله. يعني في مكان العمل فكر كيف ممكن تدخل مكان العمل وتصنع واقع جميل وإيجابي ومرح وممتع في مكان العمل. كيف تصنع الابتسامة على وجوه الناس من حولك؟ كيف تدخل السعادة لقلوب الآخرين؟ كيف تغير الواقع لأحسن؟ الإنسان المبادر الروحاني في البيت وفي العمل وفي الشارع دائما محل ما بروح يحدث فرق، سواء كان منصبه عالي أو قليل. أنت دائما قادر على التغيير وقادر على صنع الأفضل.